احنا معتصمين في ميدان التحرير دلوقتي علشان القرارات اللي عملها مرسي. المبرر الرئيسي للاعلان الدستوري ده هو القصاص. الاعلان الدستوري ده بيركز السلطه في ايد الرئيس وبيحمي مؤسسات باطله، لكن بيقولوا لك ده عشان القصاص. في الحقيقه اللي عايز يبتدي القصاص اول حاجه يعملها يطهر الداخليه. مش معقوله واحد بيقول لي انا عايز قصاص والناس لسه بتموت في التحرير عشان بتتظاهر. في ماده بتحطه فوق القانون وكانه اله المفروض نسجد له، بتقول ان قراراته لا يمكن الطعن عليها حتى القرارات الاداريه على غير ما كنا القانون بيقول في مصر. في الحقيقه ان مفيش قصاص هيحصل طول ما القضاء زي ما هو اصلا. انت كنت بتتكلم على اعاده هيكله القضاء، رحت شايل نائب عام وجبت نائب عام صديق للرئيس ومن نفس المجموعه الحاكمه، وده طبعا عمره ما كان المطلب الثوري بتاع اقاله النائب العام. المطلب الثوري بتاع اقاله النائب العام كان انك انت هتشيله، وكان في ميكانيزم معين تجيبه بيه، هو خرقه تماما بلما قرر انه يشخصنه ويحطه في ايديه. وسبحان الله اول حاجه عملها النائب العام الجديد مش بيتكلم على الشهداء، مش بيتكلم على الفاسدين، بيتكلم على اللي هيستجري، اللي هيستجري حره ضد الدوله سيحاكم بتهمه محاوله قلب نظام الحكم. وابتدى يخش في تهديد ورا الاخر. فين القصاص بقى ان شاء الله؟ انا ارجو ان الناس تكون فهمت بقى ان الحدوته دي اي حد بيجي على الكرسي وعايز يمسك بالعافيه وعايز يحط نفسه ديكتاتور مصر الاول دايما بيضطر يقول نفس الحدوته، يا ربي ده نفس نوع البرشام بيقولوه، ونفس نوع الاتهامات بالخيانه وان هم ماجورين وبياخدوا فلوس. والحدوته دي زهقنا منها. احنا هنا علشان احنا عايزين نعيش احرار وعايزين نعيش بكرامه، واللي حصل في الاعلان الدستوري ده بيقول علينا عبيد وخرفان ومالناش اي كرامه، ولن نقبل ده ابدا ويحصل اللي يحصل.